توقعات الفلك لمواليد الثور بشهر تموز جولاي من عام 2021. عزيزي الثور، بتأسف لك أنه مطلوب منك بهالشهر التأني الشديد. فعندك كوكبين هني مارس وفينوس موجودين ل 22 سوا ببرج الأسد، بعدين في فينوس بينتقل للعذراء بيكون مناسب لك على الصعيد الشخصي، بس مارس بده يكفي. الأسد يعني بمربع مع برجك، صرت تعرف طبعا لأنك عم بتتابع أنه المربع ما بيكون عامة جيد وبيولد بعض المشاكل والمعاكسات. يعني مطلوب منك التروي، الابتعاد عن الضوء، مراجعة بعض الحسابات وإجراء تحسينات بكل شيء، حتى إذا ترى أمر ممكن يفاجئك ويربكك تكون حاضر حتى تعالجه بدون مشاكل جديدة وبدون تفاقم هالمشاكل. لازم تحذف شيء من حياتك أو لحاله رح ينحذف من حياتك بهالشهر. كواكب كتيرة هي بطريق التراجع، بس تتراجع الكواكب عادة بصير في بطء، بصير في عراقيل، بيولد هالشي بعض الإحباط والشعور يمكن بعدم الانتماء. لحسن الحظ إنك صابر بطبيعتك وقادر على الانتظار والتروي وتلبية بعض الحاجات العائلية أو المهنية الملحة بروح إيجابية جدا. أنت من يلي دايما بيحاولوا يتحملوا المسؤولية وما يحملوها للآخرين، لبل بياخدوا المسؤولية عنهم وهن بيتولوا معالجة المشاكل. العمل رح يكون كتير رغم هالشي ورح تتنوع المسؤوليات. الشمس بتدعم خطواتك حتى تحميك من بعض العقبات، وهالشي لتاريخ كمان 21، فبتنور قدامك الدرب وفي رحلة أو قدام رحلة أو تحرك أو سفر أو شي من هالنوع أنت عم تستعد له أو بدك تقدم عليه أو يمكن تقوم فيه بهالشهر. بتزودك كواكب أخرى بمعنويات مرتفعة جدا، خاصة بين 12 و 28، حتى تعالج المستجدات بشجاعة وثقة بالنفس. ما عليك إلا أنك ترطب الأجواء على الصعيدين الشخصي والمهني. كوكب مارس ببرج الأسد بيتنافر معك ومع أورانيوس ببرجك، هالشي بيخليك يعني تكون أكثر حذراً أو بيستدعي الحذر والتصرف بهدوء وليونة. بيساعدك على هالأمر جوبيتر يلي بعده ببرج الحوت لآخر الشهر ويلي بيتعاطف أكثر مع مواليد الدائرة الثالثة. هيدا شهر جيد للمباشرة ببعض التصليحات مثلاً بحياتك الشخصية أو بمنزلك، وإجراء تغييرات ضرورية وإعادة النظر ببعض القرارات المتعلقة بشأن عائلي أو زوجي يمكن يفرض عليك هالتغيير. تستعيد ذكريات ماضي أو بيرجع مبارح تيتدخل بحياتك اليوم، ويمكن كمان يعيش بداخلك على أثر بعض التطورات أو الأخبار يلي بتتلقيها وإلى علاقة بأمور حدثت معك في السابق. رح تترجح بين الإيجابيات والسلبيات، يوم بتكون مرتاح، يوم تاني بتكون منزعج، أو بذات اليوم بتترجح بين اثنين، وفترات كتيرة بتكون هيك بحياتك. هلأ ميركور يمكن يزور أبراج ثلاثة بهالشهر ويغير المناخ، مشان هيك في تغيرات وفي تقلبات، وبيدعم بعض الخطوات إذا شعرت بضيق ببعض الفترات. بحياتك الزوجية في فترتين، حياتك العاطفية على الأرجح في فترتين، الأولى بين 1 و 22 بيعاكسك كوكب فينوس، بيولد بعض النزاعات بحياتك الشخصية بالإضافة لكوكب مارس، بس يجتمعوا هاتنين بمربع أنا ما بشوف فيه خير وفي سهولة أو هدوء. هلا يمكن ما يصير شيء كتير، بس بتكون أنت مش مرتاح، متوتر. بعدين بينتقل فينوس لبرج العذراء ابتداء من 23، بيحمل انفراجات على الصعيد الشخصي ولقاءات جيدة ووعود وبوح بالحب كمان، وبيسلط الضوء أكثر على الطرف الآخر وبيجعله كمان شديد النفوذ بالعلاقة. ما تبحث عزيزي عن الرومانسية بهالشهر، مني شايفة في رومانسية كتير، لا، في تشنجات، في بعض الاعتبارات المربكة
وحتى في نزاعات حولك ما بتخليك مرتاح. إذا بدك تباشر بجديد على الصعيد الشخصي فعمول هالشيء اعتبارا من تاريخ 23 مثل ما قلت لك، لأنه الفترة الأخيرة من الشهر أكثر بتوعدك أكثر بمصالحة، بود، بتقارب، بتحمل لك الحنان، بتحمل لك الاستقرار، وبتخليك أكثر مطمئن للآخر، للطرف الآخر. هلأ بدي أقول لك عزيزي الثور، لا شك عندك تحديات، عندك مواجهات على كل الأصعدة. شو الحل؟ صبر. صبر بيخليك توصل لآخر الشهر بدون ما يكلفك الوضع كتير مشاكل أو كتير تعقيدات. لازم تتقبل بعض الأمور بروح إيجابية. يورانيوس بيعلن عن جديد يمكن يدخل حياتك كمان بالأيام الأخيرة من الشهر. هلأ بآخر هالشهر رح يرجع كوكب جوبيتر إلى برج الدلو، يعني كمان في معاكسة تانية بتذكرك شو صار معك بأول السنة. بتأسف لك هالشي، في كواكب معك، في كواكب ضدك، لازم تتابع أسبوعياً شو عم بيصير تتعرف أي أيام تلجأ فيها إلى المبادرة وأي أيام تكون متحفز. إلى اللقاء مع التوقعات الأسبوعية.